انا مستخدمه توريا عبيد من مستخدمه في هذا لوطي اللي سميتو رياض موغادور. مهم اظن بان الراي العام راه عنده ديجا نظره على المشكل ديال هذه المؤسسه الفندقيه اللي هي من نهار كورونا وهي ساده دابا تقريبا 3 سنين هذه. وحنايا مده ديال العامين الاولى ديال كورونا كنا مع الدوله كتعطينا هذيك 2000 درهم الحمد لله والشكر لله. مهم كيف ما كان الحال مهم كان عندنا مدخول. ابري كورونا المشغل ديالنا لو سول في اكادير اللي حبس ما بغاش يحل لوطيل ديالو من ديك لا بيريود ديال كورونا الى يومنا هذا ما حلش ما بغاش يخدم. ما كاينش حوار جدي، نية حسنة ما كايناش. النقابة ديالنا المكتب النقابي ديالنا الحمد لله داير الواجب اللي عليه، مشى للولاية داروا هذوك اش كيقولوا لي بروسيدور الاولين اللي كيخصك تبعهم كاملين من الاول الى الاخير. والسيد كان مره يجي مره ما يجيش كيدعيوه، العامل ديال اكادير كيدعيوه ما تيجيش. دونك سو كيفي كان هناك طماطول، وهاد النيه ديالهم هي نيه الطماطول. علاش حنا ما عارفينش علاش؟ نحنا اللي عارفين هو احنا مشردين في الزنقه. دابا حنايا نورمالمون ديك عامين ديال كورونا دازت، هاد العام دابا الثالث اللي الناس خدامين، حنا راه حنا مشردين في الشارع. هاد الاعتصام دابا ابوبخي راه من قبل العيد الكبير وهو كاين. الناس في العيد الكبير عيدوا، حنا ما عيدناش، كلشي كان هنايا. اش غادي نقول لك اسيدي؟ المهم مورا العيد الكبير عاوتاني ابخي مورا العيد الكبير بدا شهر 8. كيف كتعرف الدوله المغربيه كلها في شهر 8 المؤسسات كلها كتكون مسدوده، كل واحد عنده عطله ديالو، كيكونوا غير لي بيرمانونس. لي بيرمانونس ما تياخذوش بعين الاعتبار، لو دوسي تيكونوا ديجا مفتوحين، تيخصها تتبدا عاوتاني المسيره ديال المؤسسات، عاد كيرجع له دوسي عاوتاني. دابا حنا بوغ لانستون شهر 8 راه حنا كلشي دوزناه في الزنقه، الناس مصيفين، الناس فاكونس، الناس كل واحد فيهم كيشتو. راه المغرب تبارك الله هذا العام كان عنده اش غادي نقول لك، راه كان عندنا اكس ديال السياحه في البلاد، واكادير كانت عندها واحد الوجهه السياحيه اللي هي مطلوبه خاصه حسب الجو ديال اكادير. دونك كانت مطلوبه وكان اكادير عامر 100%، الناس ما تلاقاوش فين ينعسوا. ومالغري هادشي لوطيل ديالنا مسدود. ايماجيني بان الناس كتمشي كتكري لا شومبغ 1000 درهم، وهاد السيد في عود يحل لوطيل ويخدم ويدخل شي شويه ديال المدخول باش يخلصنا في الواجبات ديالنا، هو ساد داير عين ميكا ما تيسمعش ما تيشوف، محاش تيشم حتى هو الشمان، محاش كيشم لان ما داير معنا حتى شي حاجه. حنايا دابا تنتسماو مطرودين على العمل لان ما عندناش دخل. هاد السيد ما عمرو خلصنا نهائيا، ريال واحد ما كاينش، لا ميتيال كذلك ما كايناش، لا سانيسيس لي ديكلاراسيون سانيسيس ما كايناش. اي بوغ فو دير بان حنا معنا الناس مرات عندهم امراض مزمنه اللي كتطلب فلوس كثار، وما كايناش تغطيه صحيه نهائيا، بعلم بان جلاله الملك الله ينصرو الله ينصرو الله ينصرو، غادي نقولها ثلاثه المرات باسكو جلاله الملك هو الوحيد اللي كيشوف الشعب ديالو، ونهار كيبغي يهضر معاه تيقول ليه شعبي العزيز. اباغ الملك راه ما كاينش شي حد اللي داز الهم لهذا الشعب المغربي، كاع المسؤولين تيفكروا في ريوسهم. بحال هذا المسؤول اللي عندنا اللي سميتو الشعبي، هادو دابا ورثه الشعبي خرجونا للشارع وخلاونا هكا ضايعين. هذا دابا الدخول المدرسي الصيف ما دوزناش، العيد ما دوزناش، الدخول المدرسي على الابواب، ما عندناش دخل. عباد الله كيفاش بغيتينا نديرو مع ولادنا؟ وليداتنا الا مرضوا كنديوهم كنبداو نتسلفوا وكنتكلفوا باش نمشيو نديوهم دوز ليه. انت دوزتي ليه وابخي الغومبورسمون ما عندكش، علاش؟ لان سد عليك الباب. جميع الحقوق ديالنا هضمها لينا هاد السيد. انا اللي ما تنفهمش واش هاد السيد فوق القانون؟ جلالة الملك تيقول لك حافظوا على مناسب الشغل، ديروا الرميد لجميع الفئات الشعبيه. هاد السيد حنا عندنا اون ميتيال، حنا اوني افيلي لا سانيسيس، ومالغري سا ما تنقدروش نديروا بها حتى شي حاجه. علاش؟ واش هاد السيد هو فوق القانون؟ موغادو المدينه، نحن نستنكر هذا العمل اللي قامت به الاداره تجاه هاد الشغيله، الطبقه الشغيله اللي هي فنات العمر ديالها مع هاد الناس هادو. على سبيل المثال انا عندي معاهم 31 سنه، انا كنت هنا سيليباتير، تصدقت اب توليت جد، ورغم ذلك هاد الناس ما قدرش فيهم هاد الخير ديالهم.
ولهذا فنحن ناشد على سلطة في البلاد اللي هو صاحب الجلالة يتدخل ويحل لنا المعضلة هذه اللي هي غتأدي بواحد المشكلة كبيرة، وهو الهضر المدرسي ديال واحد 140 ولا 150 طفل. اشنو هو الذنب ديالهم اللي هما مع هاد الناس واش ما عرفوهمش واش ما كيعرفوناش حنا اللي بدينا الحياة ديالنا معاهم اللي داروا راس مالهم على ظهرنا حنايا؟ لولا حنا هاد الخدام هاد الناس لولا ما غاديش يكونوا. ورغم ذلك ضربوا هادشي كامل بعرض الحائط، وطلبوا الله تبارك وتعالى يشوف لنا شي حل مع هاد الناس، لان الملف ديالنا راه استوفى جميع الشروط ديالو على الصعيد ديال مفتشي الشؤون وعلى الصعيد ديال اللجنه الاقليميه والسلطه المحليه كلها في راس هاد الشيء. ونحن كنناشدوا من هذا المنبر هذا صاحب الجلاله باش يتدخل، وعشان الناس راه حنا معتصمين هنا لا ما يفوت من شهرين، وحنا معتصمين هنا ليل نهار بالوليدات ديالنا سميتو، كنباتوا هنايا وكنعسوا هنايا، ماكله ما هي ماكله، نعاس ما هو نعاس، ولكن هاد الناس راه واقيلا ماشي ما عندهمش القلوب ديال الانسانيه ولا سميتو، ولا حنا يمكن ماشيش مغاربه ولا ماشيش مسلمين اللي كيتعاملوا معنا هاد المعامله هذه. لا حتى واحد ما قادر يتدخل يشوف اشنو بعدا عاد يتحاور معنا، يتحاور معنا. هاد الناس ما معتبريننا كاع، ما كاينش كاع ما معتبرين حتى القانون المغربي انهم ما معترفينش به، حينما هذوك هاد الناس ماشيش مغاربه ولا اللي حنا اللي ماشي مغاربه. واحد فينا خصو يخرج من 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 من, من, من المنظومه، اما حنا يا اما هما. هاد الناس بغا يحلوا لوطيل ديالهم، مرحبا سيدي حنا مستعدين نشتغلوا، ما باش يحلوا يجلسوا معنا للطابله ويحلوا معنا المشكل، يعطونا حقنا والله يعاونهم، الله يسهل اللي عطانا القانون يعطيه لينا. حنا ما غادي ما كنطالبوش شي حاجه اللي ماشي هي حقنا، اللي ماشي حقنا ما يعطوهاش لينا، ما تحزروهاش ما كنطلبوهم، يعطونا اللي هو حقنا صافي. ولهذا فان كنطالبوا من هذا المنبر هذا المحترم، نطلبوا الله هاد الناس هادو ونطلبوا الله يوفقنا معاهم، جلسوا معنا الطابله، راه الباب ديال الحوار باقي مفتوح والباب ديال المناقشه باقي مفتوح، احنا راه مستعدين في اي وقت وفي اي زمان في اي مكان. وشكرا.